بس هنيجي ده بعدين. خلونا الأول نتكلم عن القصة اللي شغلت المصريين خلال ال7 أيام اللي فاتوا، وهي قصة الراقص مع الكلاب. عبد الرحمن طفل مصري زي آلاف غيره تقريبا. الأرقام اللي مش دقيقة قوي بتقول لنا إن احنا عندنا 2 مليون وشوية من أطفال الشوارع موجودين، إما أيتام، إما هربانين من بيوتهم، وإما خارجين تحت وطأة قسوة زوج الأم أو زوجة الأب. عبد الرحمن واحد من النماذج دي. اليوم السابع، وزميلتنا الأستاذة منة حسين في اليوم السابع قدرت إن هي تلقط عبد الرحمن من وسط قصص كتير شبيهة موجعة. لكن اللي كان موجع اكتر في قصه عبد الرحمن انه كان موجود في الشارع وكان قاعد وسط الكلاب وقال الكلمه اللي وجعت كل المصريين، ان وجوده وسط الكلاب كان اكتر امان من البني ادمين. ليه؟ لان البني ادمين غدروا بيه، غدروا بيه اب، زوجه اب، اهل اترمى في الشارع، وبدا اهل الشارع نفسهم ياكلوا في عبد الرحمن اللي هو الطفل الصغير اللي ظهر في الفيديو الشهير بتاعه وهو بيرقص مع الكلاب. عبد الرحمن كان عنده امنيه كبيرة قوي. بلغة البرنامج بتاعنا النهاردة، الظهر لعب معاه شويتين، طلع للنور، حياته اتغيرت، شقة، بيت، رعاة، وزارة التضامن بتجري معاه وتجري وراه وعاوزة تاخده قال ايه تحطه في دار من دور رعاية الأيتام أو دور رعاية أطفال الشوارع بعد ما كان مرمي ما كانش حد بيسأل بيه، لعب معاه الظهر. لكن عبد الرحمن ما كانش أناني، عبد الرحمن كان عنده أمنية. بس قبل ما أقول لحضراتكم الأمنية اللي احنا ساعدنا النهاردة بالتعاون مع اليوم السابع وفيديو 7 ان احنا نحققها، خلونا الاول نفكر حضراتكم بمين هو الراقص مع الكلاب. زي العيال الصغيرة كده، زي يعني زيهم، زي أنا زيهم. هتوديني مؤسسة أنا كرهتها. كرهتها؟ أنت رحت مؤسسة قبل كده؟ آه. مؤسسة إيه؟ أبو قتادة. كل شوية يضربوا العيال، لو واحد عمل غلط الكل يضرب مش عارف ليه. ليه يضربوك؟ آه، المفروض مفيش حد أحسن من التاني.